يوم الاحد اللي فات كان في ماتش بين برشلونه وفياريال الاسباني. اثناء المباراه واثناء اعتقد ضربه ركنيه اوروبا انتوا عارفين ما عندهاش تعصب، احنا المتعصبين، اللاعب دانييل الفيش فوجئ بحد وهو رايح، حد راح رامي عليه موزه علشان هو افريقي، فده عنصريه شديده، بيسخر منه من لون بشرته من كده رغم انه برازيلي. فراح التاني، برافو عليك يا دانييل، راح نازل واخد الموزه ومقشرها واكل، والحمد لله فرقته فازت. بس الحاله دي ما كانتش الاولى في اوروبا، الحاله دي متكرره، حصلت كتير قوي في البلاد التي تدعي انها تحافظ على حقوق الانسان، شهدت حاجات من دي كتير. جماهير ليفربول قبل كده هتفت ضد لاعب تشيلسي ديمبابا، هناك دروجبا تعرض لده هو ايضا. العالم انتفض وانا بنتفض معاه اعتراضا على هذا السلوك غير المتحضر. نعم يعني هتشوفوا مشاهد كله بياكل موز، وبياكل موز تضامنا مع دانيال علشان بس يقولوا حاجه واحده بس، ان احنا ضد هذا التعصب الاوروبي المقيت. طبعا تم القبض على المشجع اللي رمى الموزه، وصدر قرار بمنعه من دخول المباريات مدى الحياه. رمى موزه، امال لو رمى مولوتوف كان جراله ايه؟ ده موزه. وده جانب ايجابي ايضا، واحنا بننتقد هذا الاتجاه العنصري وهذه المشاعر البغيضه. كان هناك دوله بتطبق قانون وقرار فوري بمنع هذا المشجع من دخول المباريات. رد فعل اللعيبه والفنانين وكل الناس في العالم كان رد محترم جدا، نحن نرفض هذا وناكل الموز، وانا كمان هاكل موز من مصر تضامنا مع لاعب برازيلي بيلعب في اسبانيا، وهي فرصه ان الواحد ياكل موز وموز بلدي. عشان لما قالوا لي نجيب موز قلت لهم لا ما بحبش المستورد، عايزين موز بلدي، موز بلدنا احلى 1000 مره. نلتقي بعد الفاصل.